بص، هو طلع الاشاعات كده الفتره اللي فاتت بسبب ان الدوري السنه الجايه هيبقى مضغوط يا امير، لان انت عندك توقفات المنتخب في شهر 9 و10 و11، وبعد كده عندك افريقيا، عندك الاهلي هيشارك في دوري الابطال، هيشارك في السوبر الافريقي اللي هيتعمل السنه دي. الاتحاد الافريقي خلاص بنسبه كبيره خلاص الاهلي هيشارك في البطولتين، تمام. فانت الاهلي عندك هيشارك في البطولتين. بنسبة 90% خلاص، يعني تمام. الأهلي هيشارك في دوري أبطال أفريقيا والسوبر ازاي الأفريقي بقى؟ خلاص. هيبقى في إعفاء للفرق اللي هي الثمانية اللي اللي مختارين هيشاركوا في السوبر السوبر في دور من ادوار 32، تمهيديه. أه تمام هيشاركوا في دور المجموعات على طول. تمام طب ايه علاقه ده بالدوري؟ مجموعه او اتنين او مجموعتين؟ ايه بقى؟ هيبقى ده كل ده هيبقى ضغط تمام توقفات، قصة توقفات السنة الجاية. عندك بطولة سوبر، عندك كأس مصر السنة دي مظبوط. لازم يخلص قبل السنة الجديدة طبعا، تعليمات الفيفا ان ما ينفعش بطولة يعني 2023 تتلعب 24، خلاص الكلام ده ما عادش ينفع. فانت عندك بقيت مجبر ان انت تخلص الحاجات دي كلها قبل السنة ما تخلص. بعض الناس قال لك خلاص الدوري السنة الجاية عشان نحل الازمات بتاع الدوري اللي بقالها 10 سنين دي هنعمل الدوري مجموعتين، لكن كان الحاج عامر اكد لي قال لي خلاص قرار نهائي ومستحيل الدوري السنة الجاية مجموعة واحدة، وعمره ما هيبقى مجموعتين يعني محسوم محسومة خلاص. خلاص.